بهدف مداولة العمل النقابي ورسم طريق لنشاط مهني واجتماعي وثقافي بغية إيجاد حلول دائمة في قطاع الجمارك، جاءت هذه الجمعية العامة لعمال الجمارك تحت شعار التماسك الاجتماعي والتضامن. هذا وخلال هذه الجمعية العامة التي استمرت أعمالها ليوم، فقد انتخبت الجمعية العامة أعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم 17 عضوا برئاسة مبيه جينو تانانجيما، حيث شكر أعضاء النقابة على اختياره رئيسا ووعد برفع التحديات التي تقف أمام عمال الجمارك. كما شهدت المناسبة أيضا العديد من الكلمات التي تدعو إلى مراجعة الإجراءات التي تساعد في ضبط العمل والدعوة إلى التضامن والتماسك الاجتماعي لمختلف عمال الجمارك.